السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني الأعزاء. اليوم نشرح وياكم موضوع الاسكيميك هارت ديزيز، موضوع كلش مهم وعليه أسئلة هواي زين. وهذا الموضوع حتى تفهمه ضروري تشوف فيديو، خليتكم إياه بالوصف، فيديو الأثيروسكليروسيس، تصلب الشرايين. هذا يعني كلش أساس لهذا الموضوع، نخلي فيه نص ساعة شوفه على السريع حتى أسرع الفيديو، بس افهم فكرة الأثيروسكليروسيس على السريع حتى تجي هنا وسيطر زين. فلا تعاجزوا من هذا الشيء، شوفوا ذاك مخليكم اياه قوام تشغيل مال الميكانيزم اوف ديزيز حتى تضبطون هيك تمشون مشي مرتب زين. اسكيميك هارت ديزيز، خلينا نجي نفسر المصطلح. اسكي يعني قليل، اسكي يعني قليل، ايميك او ايميا يعني دم، هارت يعني قلب، فيعني معناه دم قليل يوصل الى القلب. فلما عندي دم قليل يوصل الى القلب شنو يعني؟ يعني معناه هذا مرض عندي اسكيميك هارت ديزيز. فسألت لك المصطلح، راح تقول لي لحظه، لعد هو القلب هم يحتاج دم مثل باقي الاعضاء؟ لعد شنو واحد جاهو هم عنده خلايا ويريد، وها خلايا ويشتغل، القلب يشتغل باستمرار فيحتاج طاقة لولا زين، يحتاج دم يغذي لولا يحتاج. اذا القلب حال حال بقية الاعضاء اصلا تقريبا يستلم لتر كامل من الدم زين، فيحتاج انه نغذيه مثل ما نغذي الدماغ، مثل ما نغذي الرئة، مثل ما نغذي الكبد والى اخره. فاذا للقلب اكو شرايين تغذيه، ما هي الشرايين التي تغذي القلب؟ يسمونها الكوروناري ارتري، كوروناري ارتري، شرايين التاجيه هي الشرايين اللي تغذي القلب. فالقلب اول ما يضخ الدم للأيورتا راح يطلع شريان يسمونه شرايين تاجيه، هاي الشرايين التاجيه تروح تغذي القلب، كورونر ارتري، هاي فهمناها زين، تغذي عضلات القلب. خوش، الاسكيميا هو نقصان الدم الواصل الى عضله القلب، هاي اسكيميا. لكن لما اقول مصطلح انفراكشن، انفراكشن هو انقطاع الدم بالكامل عن عضله القلب، بالتالي برأيك هنا عضلة القلب تموت لو لا؟ شو تقول؟ أكيد تموت. فأنا هنا عندي هذا الكوروناري أرتري، كوروناري أرتري، وهذا وهاي هنا عندي عضلة القلب مايوكارديال زين. هذا الكوروناري أرتري بس انتبهوا لي، لما يكون انسداد هالشكل، صار انسداد بسبب تراكم الدهون هنا بالتجويف مال الوعاء الدموي، فهنا برأيك هل العضلة راح تموت؟ لا ما راح تموت العضلة، بس راح يقل الدم إليها الواصل إليها، لأن راح الدم يتجه بس من هاي المنطقة، يعبر بس من هاي المنطقة، ما يقدر يعبر منها ما يقدر يعبر، لأن راح يلقى انسداد فيصير عندي اسكيميا. لكن هنا بابا كل تجويف الوعاء مسدود مسكر، كل تجويف الوعاء مسكر، فهنا العضلة ما راح تتغذى بالدم، ما راح يوصل الدم، فشي يصير بها انفراكشن، فيصير عندي مايو كارديال انفراكشن، موت العضلة القلبية زين. العضلة القلبية لما تشتغل وتؤدي عملها بضخ القلب، يعني يقول لك هنا انه العضلة القلبية اذا اشتغلت وضخ الدم وسوت كونتراكشن ووصل الدم للخلايا راح تطلب اجر لو لا مقابل هذا العمل، تطلب دم يوصل لها يغذيها، تطلب طاقة توصل لها، شو تقولون؟ اكيد، فراح تطلب اجر مقابل هذا الشيء، مقابل هذا الجهد الكبير زين. هذا الطلب يسمونه ديماند، يعني حاجة العضلة، حاجة العضلة حتى تشتغل، يقول لك انا وصل لي دم غذيني
انت خو مو بس تغذي الدماغ، يا شريان ابهر طلع لي كوروناري ارتري غذيني، انا اريد ديماند، احتاج حتى اشتغل لك بشكل صحيح. زين خوش، هاي سايفة عندنا. زين، فذكرنا هنا العضلة القلبية لما تشتغل وتأدي عملها بضخ القلب تطلب دم مقابل هذا الجهد الكبير، هذا الشيء نسميه ديماند، المسؤول عن إيصال هذا الدم. إذا لما نطلب الدم شريان أبهر قال لها تدللين، يا قلب تدلل، أنا راح أدزك شنو؟ راح أدزك كوروناري آرتري. فالمسؤول عن إيصال هذا الدم إلى عضلة القلب اللي يوصل لهذا الدم، أي ساع البريد، ساع البريد المسؤول عن إيصال الدم هو الكوروناري آرتري. هذا الشيء شو نسميه؟ هذا الشيء نسميه سبلاي. فعندي مصطلحين كلش مهمات، اللي هو الديماند سبلاي، ديماند سبلاي. زين يا بطل ركز لي، شوف الديماند عرفنا انه العضلة لما تشتغل تحتاج، والسبلاي لا انه الدم راح يوصل عن طريق شريان يسمونه كوروناري ارتري. فيقول لك السبلاي الاسكيميك هارت ديزيز، شوف انتبه للتعريف، اسكيميك هارت ديزيز هو امبالانس بتوين مايوكارديال اوتو ديماند اند سبلاي، هو عدم توازن بين الديماند وبين السبلاي، بين الديماند وبين السبلاي. هسه اراويك هذا هنا، شوف يقول لك هنا لازم يكون توازن عندي، يعني قد ما عضله القلب اشتغلت كل ما عضله القلب تشتغل اكثر، يعني ديماند تسوي الديماند اكثر، ديماند اكثر تشتغل اكثر، انتبه لي يحتاج ازيد لها السبلاي حتى تبقى هذه الكفة متوازنة، يحتاج ازيدها سبلاي حتى تبقى هذه الكفة متوازنة. زين برأيك هنا تعال وياي، لما الكوروناري ارتري مسكر بسبب تراكم هنا دهون بالطبقة مالته، زين هنا اكو تراكم دهون تشوفون، حتى الوعاء الدم اللي يعبر من هذا الجزء دم هو قليل، بس يقول لك هذا الدم انا هذا الدم يكفيني بوضع الرست، هذا الدم القليل رغم انه قليل ودي يغذي للقلب لكنه هذا يكفيني بوقت الرست. بس انت لو فرضا زيدت الديماند، زيدت الجهد زيدته، رحت ركضت، زين سويت شغل اكثر، خليت العظماتك ما تقدر تتقلص بشكل اكثر، زين راح يزداد الديماند لو لا؟ برايك راح يزداد الديماند لو لا؟ نعم راح يزداد الديماند. زين هنا احنا مشكلة، احنا اصلا عندنا انسداد، اكو اصلا انسداد وده يوصل لدم قليل، ده يوصل لدم قليل، فهنا المريض راح يعاني، راح تطلع عنده آلام ويظل يعاني. زين هاي كنت انتبه عليها. خوش فريد، شنو الأشياء اللي يزيد لي الديماند؟ شنو الأشياء اللي يزيد لي الديماند؟ باون كل ما القلب يدق أسرع، يعني الهارت ريت كل ما تزداد، كل ما يعني هارت ريت نبضات القلب كل ما تزداد معناه القلب جاي يشتغل بشكل أكبر، لذلك يحتاج دم أكثر، يحتاج دم أكثر. زين إذا كان الشريان مسكر بس ما كان مسكر بالكامل، كان مسدود بس مو بالكامل، أكو دم يعبر، وهنا القلب يحتاج دم هواي، قل الشريان أنا أعذرني ما أقدر أوصل لك هاي الكمية. أنت لما تكون يا قلب لما تكون مرتاح ووضع ريست وما تطلب دم هواي أوصل لك هذا المقدار من الدم، السبلاي انا راح اوصل لك، لكن لما انت زيد الديماند مالتك يزداد الشغل مالتك، انا ما عندي قابليه اني اوصل لك هذا الدم الكبير، كل ما قدرتي اوصل لك هذا الدم. فهنا المريض راح يشكي، صار عنده انجاينا، صار عنده ذبحه صدريه، عنده الام بالصدر، وهاي ليش؟ لان القلب انزعج ما جاي يوصل للدم بشكل كافي، فصار عنده انجاينا، ذبحه صدريه، الام بالصدر.
زين. خوش قلنا ذني لازم يصير بيانات التوازن، ايش قد ما القلب يشتغل يكون السبلاي يعوض. زين راح تقول لي احنا النورمال شلون احنا هم دائما نركض وهاي، مو احنا النورمال الشريان مالتنا هيجي ماكو بي شيء مسكر، واضح؟ ماكو شيء مسكر، ماكو قطعة من الدهون هنا قاعدة مسكر الشريان. بالتالي انا لما اسوي مجهود هواي ابذل جهد هواي شريان عد قابلية، لان ماكو شيء هذا، ماكو هذا الشيء اللي ساد للشريان عد قابلية انه يوصل للدم. يقول لي تدلل، هاك هذا دم، هاك هذا دم تدلل زين. لكن لما يكون مسكر هنا هي المشكلة زين. خوش بعد شو وقت يزاد ديماند؟ لما يزاد البلد برجر. شوف اذا زاد ضغط الدم البلد برجر كل ما كان القلب يواجه ممانعة وضغط عالي فيحتاج له شغل وتعب اكثر حتى يدفع الدم. شوف هنا صور هنا، ها هذا الشريان الابر، هذا الشريان الابر تشوفونه، هذا الشريان الابر لما يكون الضغط عالي بالشريان الابر زين. شنو المشكله لما هنا ضغط الدم بالشريان الابر عالي، ضغط الدم عالي؟ المشكله هنا انه القلب اللي هو الليف فينتركل، هاي الغرفه من القلب، لما تريد تدفع الدم، تريد تدفع الدم من هذا الشريان، تريد توصل لهذا الشريان، راح تواجه ضغط عالي، راح تواجه ضغط عالي زين. هي لازم تتغلب على هذا الضغط حتى شنو، حتى تقدر تضخ الدم. فحتى تتغلب على هذا الضغط ايش تحتاج؟ تحتاج تستخدم المصلايات مالتها، العضلات مالتها، تحتاج تسوي كونتراكشن قوي. فنفترض انه هي سوت كونتراكشن قوي، سوت تقلص قوي، فلما نسوي تقلص قوي، سوي كونتراكشن قوي، سوي تقلص قوي، هاي العضلة راح تقول لك انا يا اشتغلت بشكل اكبر وسويت تقلص بشكل اكثر، فاحتاج توصل لي دم اكثر، احتاج توصل للدم اكثر. فهنا زيدنا الديماند، يعني زيدنا حاجة العضلة القلبية للدم. قل لك انا اشتغلت اكثر الدم اكثر زين. اذا كان الارتري ما شوية بي مسكر مالته هنا مسكر، اكو جزء من الدم مسكر، وهنا هي طلبت دم اكثر، فتوقع هذا راح يغذيها بشكل كافي؟ لا، فيصير عند المريض انجاينا، انجاينا يعني صار عنده آلام، زعل القلب، زعل لأن ما دا يوصل له دم بشكل كافي. شوية ما رجل نطوي عليكم زين. بعد هنا عندي الكونتراكتيليتي، كل ما زادت تقلصات العضلة القلبية كل ما احتاج الدم اكثر. هاي سولفت لكم، قلت لكم كل ما العضلة القلبية تقلصت وبذلت مجهود اكثر تحتاج دم يوصل اكثر زين. الليفت فينتركل هايبرتروفي، الليفت فينتركل هايبرتروفي، ها هنا اكو امراض تخلي لي الليفت فينتركل العضل الجهه اليسرى من القلب يصير بيها شنو؟ هايبرتروفي، تكبر هنا، تكبر. شوف هنا راح تكبر هاي العضلة، راح تكبر هي كانت هالكبر هالمقدار، بس اكو امراض تزيد حجمها، هايبرتروفي هو الزيادة في الحجم. فهنا هاي العضلة القلبية راح يصير بيها هايبرتروفي بسبب لأي سبب من الاسباب، مو بي يعني احنا في صدد ذكر اسباب، المهم يصير هايبرتروفي يكبر حجمها. برأيك لما صارت بهذا المقدار بهذا الحجم راح تحتاج دم اكثر لو لا؟ اكيد راح تحتاج دم اكثر زين. بعد شنو الاشياء اللي يزيد الديماند اللي القلب يقول لك يطلب بيه دم اكثر؟ لما نعدي فالفلر ديزيز، هذا الفالفلر ديزيز امراض حبل المنزمه زين. تعال هنا شو وقت يزيد السبلاي الاوتو سبلاي؟ انتبه لي ديوريشن اوف ذا دايستول، انتبه لي انتبه لي. او العفو شو وقت مو يزاد الاوتو سبلاي؟ شو وقت يتأثر الأوتو سبلاي؟
شو وقت يتأثر الأوتو سبلاي. احنا هناش قلنا شو وقت يزداد الديماند، زين هنا شو وقت يتأثر الأوتو سبلاي، يعني الـ هو شو من مسؤول عن سبلاي الكوروناري أرتري، هو المسؤول. فش وقت يقل مثل هذا السبلاي، شو وقت يقل هذا السبلاي، شو وقت يقل الدم الواصل إلى القلب بسبب أكو خلل هنا صاير عدي. خلنا نأخذ هاي الملاحظات. يقول لك أولا عندي duration of the diastole، شنو هاي duration of the diastole، مدة الدايستول، شنو مدة الدايستول. أكو هنا ملاحظات شارحينها سابقا بس نعيدها أفضل. السيستول، مصطلحات مهمة. السيستول هي الفترة التي بيها القلب يضخ الدم، الفترة اللي القلب يضخ الدم للخلايا، يضخ الدم يوصله عن طريق الشريان الأبهر للخلايا، يسمونه سيستول. الدايستول هي الفترة اللي يرتاح بيها القلب، هيجي يسترخي القلب، زين، من أجل أنه يمتلي بالدم، في سبيل أنه يمتلي بالدم، زين. هاي الفترة نسميها دايستول. وملاحظة جدا مهمة، الفترة اللي يرتاح بيها القلب، هذا القلب يرتاح على مود، على مود هذا القلب لازم يمر بفترة دايستول يرتاح، ما يضل يتقلص يتقلص، لا، كون عضلات تسترخي على مود يمتلي بالدم. من يمتلي بالدم أثناء فترة دايستول، بعدها يسوي كونتراكشن سيستول، يسوي كونتراكشن سيستول ويضخ للدم للشريان الأبهار، ويضخ للدم للشريان الأبهار. فهاي فترة الدايستول اللي يمتلي بيها، هاي فترة السيستول اللي يضخ لي بيها. فالملاحظة شو تقول؟ يقول لك ان القلب يتغذى، القلب مالتنا، انتبه لي انتبه لي، القلب مالتنا، هذه الشرايين تغذيه اثناء فترة الدايستول. ها، اثناء فترة الدايستول القلب شنو؟ راح يتغذى بالدم. اما بقية الجسم مثل الدماغ، مثل الكبد، شو وقت يتغذى بالدم؟ يا فترة تقول له اثناء فترة السيستول، اثناء فترة السيستول، يعني القلب ده يضخ للدم للشريان الابهار، راح تتغذى كل خلايا الجسم. بقى القلب شو وقت يتغذى؟ اثناء يا فترة فترة الدايستول. فانا احتاج انه ادلل فترة الدايستول، احتاج انه ادي مدة الدايستول تكون كافية. إذا كانت مدة الدايستول كافية، فهذا راح يصير عنده وقت كافي حتى يتغذى القلب. فقلنا هذا الكورونا أرتري، هذا الشريان يغذي القلب بمن؟ في الدايستول. خليتكم خط جوالين، كلش مهمة. لذلك أحتاج إنه عندي تكون فترة كافية حتى القلب يتغذى بشكل جيد، يتغذى بشكل جيد. زين، زين، قل لي وضح لي أكثر. باول، إذا كان عندي هارت ريت، إذا زاد عندي نبضات القلب، شنو يعني القلب لما ينبض أكثر يعني يسوي سيستول أكثر. القلب عنده مرحلتين، يمر بسيستول دايستول، سيستول دايستول، سيستول دايستول، زين، هاي بشكل بسيط طبعا. فالقلب لما النبضات تزاد يعني جاي يسوي سيستول هواي، جاي يتقلص هواي، انتبه لي، يعني جاي يسوي لي دايستول، فترة دايستول جاي تكون قليلة، زين. فهنا بهاي الحالة يعني الدم اللي يوصل القلب بشكل راح يكون قليل، لأن يعني فترة الدايستول قليل. راح تقول لي شنو الربط؟ لأن قلت لك الدم، القلب يتغذى بالدم أثناء فترة الدايستول. بعد بيرفيوجن بريشر، يكون الضغط، البريشر يعني الضغط، بيرفيوجن يعني ضغط التروية، زين، شنو معنى؟ يعني الشخص يكون ضغط الدم مالته حلو نورمال، زين، من أجل إنه يدفع الدم. أكو هنا بالشوك، هنا عندي إذا كان الدم عندي قليل، مقداره قليل، ما يضغط على الوعاء الدموي، ما يضغط على الوعاء الدموي، هو مو يسمونه ضغط الدم، يعني ضغط الدم على الوعاء الدموي. هنا معناها
هاي ناخلية منتظرة يجيها الدم. إذا كان الدم قليل أو وما جاي يضغط، ما جاي يضغط بشكل كافي، ما يسوي الضغط حلو، ضغط طبيعي، فهنا الدم اللي يوصل هنا قليل، الدم اللي يوصل للخلية شنو؟ قليل. زين. أما إذا كان ضغط طبيعي، إذا كان ضغط طبيعي هيك يعني أكو دم زين ودا يضغط بشكل حلو، فمعناها الدم دا يوصل بشكل كافي للخلية، فأنا أحتاج إنه ضغط الدم يكون نورمال حتى يوصل، حتى يوصل الدم للخلايا، هاي أحتاجها أيضا. بعد شنو؟ بعد إذا عندي كوروناري فيزو موتور تون أو يسمونه كوروناري سبازم، كوروناري سبازم، تخيل لما هذا الوعاء الدموي، هذا الوعاء الدموي اللي هو الكورونا أرتري يصيب يتشنج، يشنج، يظل يتقلص هيك، يتقلص يتقلص يتقلص، المهم يشنج، يظل يتقلص، يسوي تقلصات مستمرة، يصيب يتشنج، أكيد راح يقل الدم اللي يمر من خلاله. هاي أيضا من الأشياء اللي يتأثر، اللي يتأثر عليه، من يتأثر على السبلاي، يعني اللي يبدي الكورونا اللي يودي لي دم قليل، شو وقت لما الدايستول، فترة الدايستول قليلة، لما الضغط قليل راح يوصل دم قليل، لما الكورونا صايب سبازم زين، ولما عندي أنيميا، رابعا لما عندي أنيميا، بحالة الأنيميا يسمونها أوكسيجينيشن، هنا بحالة الأنيميا إنه الدم حلو أكو، لكن الار بي سي العجلات اللي تنقل لي الأكسجين، اللي تنقل لي الأكسجين تكون بيها مشكلة زين، فهنا بهذا الوضع راح يصير عندي شنو فايدة، أنا وصل الدم بس هذا الدم ما حوى على أكسجين، شنو فايدة أنا لما يوصل الدم أي من عنده أكسجين زين، مو هاي الغاية؟ فإذا هذا الأكسجين ما واصل بسبب خلل عندي بالار بي سي، صايرة متكسرة ميتة زين، فهنا عندي السبلاي راح يقل، هو دم ماشي دم اكو، لكن هذا الدم ما بي فايدة، ما بي اكسجين، فش اسوي بي؟ فايضا نسميه هنا راح يأثر لي على السبلاي. فاذا قلنا يكون موازن بيناتهم، داد يكون قد ما اشتغل اكثر يكون عندي شنو؟ عندي سبلاي اكثر، هيجي شكل توازن، وشنو اللي يأثر لي على السبلاي، شنو يأثر لي على الديماند زين. نروح المزمن نشوف شكل ماكو. فالاسكيميك هارت ديزيز is a condition in which there is an inadequate supply of blood and oxygen to abortion of the myocardium. لما يقول لك، هو يقول لك لما يكون عندك inadequate supply، لما الدم قليل والأكسجين قليل إلى عضلة القلب. شوف اسكيمي، اتذكر اسكيمي، اسكيميك يعني دم قليل واصل الى العضله القلبيه، يسمونها هذا اصلا من المصطلح، تقدر تنزل له هذا التعريف. شوف شو يقول لك، it typically occur when there is an imbalance، عدم توازن between supply والديماند، وقلت لكم دني لازم بينات التوازن، اذا القلب اشتغل بشكل اكثر يعني سوى ديماند اكثر، بس انا ما وديت له سبلاي بشكل كافي، وديت له سبلاي بشكل قليل، بشكل قليل بسبب انه الشريان كان مسكر جزء من عده زين، فصار امبالانس بيناتهم، فلما يصير بيهن امبالانس 100% راح يصير عندي مرض الاسكيميك هارت ديزيز. خوش. The most common cause of myocardial، ليش قلت لكم انا راجعوا موضوع الاثيروسكلوسيس، the most common cause of myocardial ischemia is atherosclerotic disease، atherosclerotic disease زين، هذا كلش مهم، 99% من الاسباب، 90% اكثر من 90% هو هذا السبب، سبب عندي اثيروسكلوسيس بالوعاء الدموي. هسه راح اوريكم صوره، بس انتم اذا تدمون تفهمون بشكل مفصل رجعوا للي اسمه
للمحاضرة اللي قلت لكم عليها. فهذه هنا عندي اثيروسكلوزيس، انتبهوا شوية على السريع. الاثيروسكلوزيس لو ترجون للوعاء الدموي، هذا الوعاء الدموي بطبقات، بطبقات هذا من الداخل للخارج، بطبقة الانتمة الميديا، شنو آخر شيء طبقة الخارجية الادفنتيشية. هاي طبقة الانتمة بيها خلايا يسمونها الاندوثيليوم، هاي اللي موجودة بالشكل باللون الأصفر. لسبب من الأسباب مثلا هنا زاد ضغط الدم، زاد ضغط الدم أو الشخص يدخن، فصار لي دمار بهذا الاندوثيليوم بهاي الخلايا. من صار بيها دمار هنا اكو عدي الدهون راح تستغل الوضعيه. شوف هنا صار بيها دمار، شوف هنا صار دمار بشكل مختصر. هنا الدهون راح شنو تستغل الوضعيه، راح تدخل الى داخل جدران الوعاء الدموي، تدخل الى داخل الانتيما طبقه الاندوثيليوم. زين شوف هاي الدهون باللون الاصفر شلون تراكمت هنا في الخلايا مالتنا. تقبل بهذا الوضع؟ لا، تقول لك الخلايا المناعيه تقول لك هاي الدهون ايش عندها هنا، فانا راح اجي اسوي لها التهام. فهاي خلايا مالتنا مثل المايكروفيج اللي هي فوم سيل نسميها، نسميها فوم سيل لان راح تلتهم شنو، راح تلتهم الدهون. وايضا تي لمفوسات راح تجي تقول لك هاي ايش عندي، ايش عدد الدهون هنا، فراح تجي تلتهمها. زين فراح يصير حرب. فشوف هنا شلون صارت حرب، فهنا التهمت، هاي هنا التهمت الدهون واتهمت ال LDL. هذا شنو ال LDL؟ هذا ال LDL فد بروتين ينقل لي شو اسمه الكوليسترول، دهون الكوليسترول. ايضا هاي المايكروفاج راح تلتهمه، يقول لي انت ايش عندك هنا، المفروض تروح للخلايا، ايش عندك داخل بطبقه الانتيما. زين وبنفس الوقت، بنفس الوقت انا هاي شو اسمه الكتله اللي تكونت هنا هاي الحرب، اي احدها احدها حتى بعد ما تكبر بشكل اكثر، فيصير حولها سموث مصل، سموث مصل يصير حولها حتى شنو، حتى ما تخليها تكبر بعد بشكل اكثر. زين ويصير عندها شنو حولها الياف الكولاجين هاي باللون الاسود، وموضحكم الخطوات بالتفصيل بالمحاضره. زين ويصير حولها الاستين فايبر. زين هذا الغطاء اللي كونته حول هاي الكتله، حول هاي كتله الدهون نسميه فايبرس كاب، فايبرس كاب. زين بس انا لو تنتبهون من شكلت هاي الكتله، الكتله الخبيثه اللي يسمونها اثيروميتس بليك، هاي الكتله كلها، هاي الكتله كلها اسميها اثيروميتس بليك، لما شكلت هنا اخذت من حجم اللومن. هذا الوعاء الدموي كان حجمه طبيعي هيك، بس هي لما شكلت هيك صار هنا اللومن قليل، التجويف قليل، فراح يعبر الدم قليل. فهنا لو تشوف راح خذت من مساحة اللومن، فراح يعبر دم قليل، راح يعبر دم قليل. فهو من أكثر الأسباب اللي يسوي لي إسكيميك هارد ديزيز، لأن راح يقلل حجم اللومن وراح يعبر دم قليل. شفت شلون وضحت لك بشكل سريع. زين اذا انت عندك شنو، زين لا اقول لك اعطيني سبب اخر غير الاثيروسكلوزيس، اقول لك الفالفر ديزيز. ها راح تقول لي الفالفر ديزيز، اعطيني سبب اخر قل له فالفر ديزيز، او تقول له مثلا سبب ثالث قل له كوروناري ارتري سبازم. شو راح تكون السبازم؟ هسه الفالفر ديزيز مثل عندي ايورتيك ستينوسيس، ايورتيك ستينوسيس انتبه لي، انتبه لي، ايورتيك ستينوسيس هذا الليف فينتريكل، هذا الليف فينتريكل يريد يضخ الدم لمن؟ يضخ الدم للشريان الابهر، للايورتا، الشريان الابهر. هاي الغرفه مال الليفت فينتريكل وهذا الشريان الابهر. اكو هنا فالف، اكو هنا فالف يسمونه شنو، يسمونه ايورتيك فالف. هذا المفروض اثناء عمليه الضخ لما نريد القلب يضخ الدم مالته، المفروض هذا الفالف ينفتح، ينفتح بهالشكل من اجل انه الدم يعبر من خلاله. زين اذا كان هذا الفالف ستينوسيس، ستينوسيس متضيق، متضيق، فهنا العضله مالتنا راح تواجه جهد كبير، راح تواجه ممانعه، ممانعه لان هذا متضيق. شوف 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 قد هنا متضيق، فانا شلون راح اقدر اعبر دم من خلال
هذا الجزء البسيط، الجزء القليل، فأحتاج إنه العضلة مالتي تتقلص بشكل أكثر. زين، لما العضلة مالتي بشكل تتقلص بشكل أكبر، شو راح يصير بيها؟ راح يصير بيها بعد مدة من الزمن يصير بيها هايبرتروفي، يعني تزداد بالحجم. تزداد شنو؟ تزداد بالحجم. شوف، تزداد بالحجم على مود شنو؟ على مود تقدر تضخ الدم، على مود تزداد بالحجم، تزداد عضلاتها على مود تقدر تضخ الدم. فهنا لما تزداد بالحجم ولما تشتغل أكثر راح تحتاج دم أكثر لو لا؟ جاوبني، لما تحتاج دم أكثر هنا شو زداد عندي؟ زاد عندي الديماند، زاد عندي الديماند. خوش، فهنا أيضا هاي مشكلة. ورسمي كمان هنا شوف، عندي زاد كفة الديماند، زاد كفة الديماند، كون عندي سبلاي بشكل كافي حتى يغذي الديماند، يغذي العضلة القلبية وترجع الكفة هيجي متوازنة. زين، إذا كان أكو مشكلة بالوعاء الدموي، أكو فد هسه رأيكم أثيروميتس بليك، هاي مسكرة الوعاء، هذا الوعاء أكو أثيروميتس مسكرة الوعاء ومدى يوصل دم كافي، فأنا سأدي مرض الإسكيميك هارت ديزيز، سأدي أنجاينة، يعني القلب ينزعج، يصير عنده آلام، أنجاينة. شرحت لكم بشكل مفصل. وايضا شرحت لكم الانجاينات تصير امبالانس بين اوكسجين سبلاي اند ديماند، ودني الاوكسجين ديماند شرحت لكم الهارت ريت بلاد بريشر كونترول، كل شرحت لكم بالتفصيل. وهاي ايضا وضحت لكم اياها اسكيميك هارت ديزيز اند اثيروسكلروسيس. اسكيميك هارت ديزيز يصير كوزد باي اثيرو اسكيروسيس، هاي شرحتها لكم وشرحتكم بالرسم. شرحتكم هنا بالرسم، شوف هنا يقول لك انه هنا عندي يصير فات ستريك. شنو فات ستريك؟ انه الدهون هنا تتجمع وهاي الخلايا تاكل الدهون. زين، فتجمع هذه الخلايا المايكروفاج اللي تبتلع الدهون، تجمعها نسميها فاتي ستريك. فاتي ستريك، تجمع هاي الفوم سيل مالتنا يسمونها فاتي ستريك. زين، بيصير يقول لك عندي هنا نوتة بيصير عندي فاتي ستريك، تبدي وذ فاتي ستريك، انه بهاي المايكروفاج تتحول الى فوم سيل وتبتلع الدهون. زين، وتتكون حولها سموث مصل، قلت لكم تغطيها سموث مصل، هاي القطع هاي الكتلة مالتنا من الدهون والفوم سيل، تغطيها الفوم سموث مصل حتى تحد، ما تخليها معرضة للدم، تسدها يعني. فلأن إذا تعرضت للدم وصار بيها تعرض للدم، يعني فد هنا نقول هاي هنا صار انشقاق هنا او خلل بال 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 بالعضلات اللي يسد لي او يعني الفايبرس كاب، شلون اوصلكم اياها؟ زين، فهنا راح تصير مشكله كبيره بعدين نوضح ان شاء الله. شوفوا محاضره الاثيروسكلروسيس حبابي، نشوفوها بس انا جاي اتعب بشكل اكثر على مود يعني اوصلكم الفكره، لو شايفينها ما احتاج هذا التعب. زين، فيقول لك progression to fibrolipid block depend on age and risk factor، فراح تتحول الى بلاك مالتنا، هاي الكتلة اللي عبارة عن الياف ودهون، شوفوا هاي الكتلة مالتنا راح تكون هاي الكتلة مالتنا. زين، خلصنا هذا السلايد. شنو الريسك فاكتور؟ شنو الريسك فاكتور اوف اثيروسكلروسيس؟ اذا كان عندي دهون هواي، بس هاي راح نقسمها جزئين، موديفايبل ونن موديفايبل. اذا كان عندي دهون هواي، دهون هواي عندي، سيرم ليبيد ليفل دهون هواي عندي، هاي مشكله كلش كبيره اخاف. ليش؟ لان هذا الدهون ممكن يروح يدخل الى طبقة الانتما مثل ما وضحتكم بالرسم ويتراكم هناك ويكون لي هاي الاثيروسكلروسيس. اذا كان عندي هايبرتينشن، ضغط الدم، قلتكم ضغط الدم يدمر الاندوثيليوم مال الوعاء الدموي مثل ما وضحتكم، سموكينج
السيدنتري لايف ستايل، هذا اللي حياته كسولة ما يتحرك، ايضا هاي خطرة. الاوبيسيتي، السمنة هم يزداد الدهون تتراكم عنده، وهاي السمين. مرض السكري الدايابيتس، هنا راح يتراكم عندي الجلوكوز، يزداد الجلوكوز بالدم زين، وهذا الجلوكوز بالدم يسوي له هواي مشاكل. النظام الغذائي مالتنا يقول لك هاي اسباب ريسك فاكتور، بس هاي موديفايبل، انسان يقدر يعدلها، انسان يقدر يقلل الدهون، يقدر ينظم الضغط مالته، يقدر يترك التدخين، هاي اشياء يقدر يعدلها. زين شنو الريسك فاكتور اللي ما نقدر نعدله؟ العمر، كل ما زاد الانسان بالعمر كل ما ممكن يصير عنده أثيروسكلوسيس بشكل اكبر. الجندر، الجنس، الرجل يصير عنده ريسك فاكتور اكثر، يعني اكثر من المرأة، يعني بعمر 45 الرجل ممكن يصير عنده أثيروسكلوسيس، اما المرأة لا، بعمر هيك 55 فما فوق. ليش هيجي؟ لان الرجل راح يتكون عنده هاي الأثيروسكلوسيس وتكون عنده هاي الجلطة بسبب المرأة، هاي ما ادري الا بحال تقول هيك. زين العرق ايضا كذلك، مثل افريقي ابيض اسمر هيك، هاي متاثر. الفاميلي هيستوري، اذا واحد بالعائله صاير عنده تصلب بالشرايين، شريان مسكر، أثيروسكلوسيس. الوراثه، يجوز عنده مشكله وراثيه سببت له هاي الأثيروسكلوسيس. هاي اشياء ما تتعدل، نون موديفايبل، وهاي كلش مهمه، جابوها لنا بالام سي كيو، كلش مهمه، يذكر لك هاي اشياء ريسك فاكتور موديفايبل ما عدا، وقال لك هذا زين انت تختار. المراه اذا وصلت سن الياس فهنا راح ايضا راح تواجه ريسك فاكتور كبير، لان يحفظون ضبطون كلش. هنا شويه ركز لي، شرحت لكم انا بالرسم، لما يكون عندي هنا اثيرو اسكليروسيس، شوف تجمع طبقه من الدهون، هاي طبقه من الدهون هاي باللون الاصفر هنا، شوف تجمع طبقه من الدهون، بس اكو حولها شنو؟ اكو حولها قلت لكم سموث مصل، اكو حولها الياف، اكو حولها كولاجين زين. فهنا راح يعبر دم قليل، صح ولا خطا؟ راح يعبر دم قليل زين، فيصير عندي اسكيميك هارت ديزيز. فيقول لك مره هاي ستيبل، هاي البلاك، هاي قلنا كلها شو نسميها، هاي القطعه هاي كلها نسميها بلاك، ستيبل بلاك، ستيبل مستقره. شنو مستقره؟ اساوي يقول لك تكون مستقره لما بابا لما الدهون قليله، الدهون قليله، هاي شوف اللون الاصفر يقول لك الدهون قليله، والفايبرس كاب، الفايبرس كاب اللي حول الدهون، فايبرس كاب هذا اللي باللون الازرق اللي حول الدهون يكون هواي، هذا فايبرس كاب يكون هواي، تشوفون. فيقول لك لما الفايبرس كاب ممتاز، اللي السموث مصل، الكولاجين، الالاستين اللي يغطي له هاي الدهون اللي حادلي من الدهون زين، لما يكون هواي نسميه هنا سيبل بلاك، سيبل بلاك يعني مستقره، يعني مستقره خوش. فهاي السيبل بلاك صحيح انه الدم راح يعبر بشكل قليل، ريدكشن ان كورونري فلوريت، راح دم يعبر بشكل قليل. ليش؟ لان ترون هاي البلاك ماخذة مساحة من التجويف، مساحة من اللومن وضحتها، فبالتالي دم يعبر فقط من هذا الجزء، اما هذا الجزء، هذا الجزء من الوعاء من استفاد من عده، لان متكونة به هاي الكتلة، راح يعبر بشكل قليل، فيؤدي لي الى حالة يسمونها ستيبل انجينا، ستيبل انجينا، ستيبل انجينا يعني ذبحة صدرية بس مستقره. يعني شنو مستقره؟ يعني بضع الريست، بضع الريست انا لما طبيعي
والقلب يشتغل بشكل طبيعي، ما احتاج دم هواي، ما احتاج دم هواي، زين ما احتاج دم هواي. فعدي الدم اللي حتى لو دم يوصلني بهذا المقدار انا مقتنع بي، القلب ما تم جايب ذي الجهد. زين ايش وقت يصير ادي المشكله؟ يصير ادي المشكله هاي يسمونها سيبل انجاي، هسه اوضح اشرح. لمن ابذل جهد، لمن ابذل جهد وتعب العضله القلبيه مالتي، فهنا راح العضله راح تطلب دم اكثر. فلما تطلب دم اكثر تشوفون هنا الجزء اللي يوصل دم قليل، لان اكو هنا مسكر بسبب شنو؟ بسبب هاي الكتله، بسبب هاي الكتله اللي مرسومه. فراح هنا يصير عندي اسكيميا، اسكيميا راح يوصل دم قليل الى عضله القلب، يوصل دم قليل الى عضله، هاي يسمونها ستيبل انجينا، وضع الرئيس طبيعي مستقر انا. بس لما ابدا الجهد هنا راح تبدا عندي الاسكيميا، وتبدا عندي الذبحه الصدريه، الام بالصدر. زين زين، مره تكون هسه وضحنا، هسه قلنا لما تكون ستيبل. زين لما تكون فولنريبل، فولنريبل بلاك، فولنريبل بلاك يعني هنا العكس، يعني دهون هواي، اكو دهون هواي، شوف شوف اللون اصفر، دهون هواي، والالياف، الالياف اللي يحولها تكون قليله، العضلات السموث مصل الفايبرس كاب اللي يحولها يكون قليل. فهنا المشكله، ليش مشكله؟ يقول لك هاي تكون مهدده، هاي تكون فولنريبل مهدده، بلاك هاي كتله تكون مهدده، لان على ساعه تنفجر، على ساعة تنفجر. يعني شو تنفجر؟ يعني هنا ينفجر هذا الجزء، شوف هذا الجزء يروح ينفجر، تبيني ينفجر، وتتعرض الدهون، هاي الدهون تتعرض للدم. زين اكو عندنا خلايا يسمونها البليتلت، الصفيحات الدموية، العفو الصفيحات الدموية، هاي هنا لما نشوف هنا صار انفجار، راح تتراكم حول هذا الانفجار، تريد تسده، تريد تسده. فلما تتراكم حوله، وايضا تجي هنا ار بي سي، وتجي الياف بروتينات، زين راح تسوي لي ثرومبس، جلطة، جلطة فوق الكتلة هاي، تخيل صارت لي فوق جلطة فوق الكتلة هاي، ممكن هاي الجلطة تسد لي التجويف مال الوعاء كله، صراحة هاي راح تكون أخطر، تسوي لي حالة يسمونها أكيوت كوروناري سيندروم، تسوي لي حالة شو يسمونها أكيوت كوروناري سيندروم. أكيوت كوروناري سيندروم، فشوف فيقول لك لما البلاك مالتنا ربتشر، هسه وضحت لكم شلون راح تتشكل فوقها ثرومبوس، جلطه مؤدي الى حاله يسمونها اكيوت كورونا سيندروم. والله هاي كلش شرحتها الموضوع اثيروسكلروسيس، يعني حتى تفتهم بشكل مفصل روح شوف ذاك الفيديو. زين انا شرحته، هذا الرسم، شوف هذا الرسم، لما يصير بها انفجار راح تتشكل حولها ثرومباس، هاي الثرومباس ممكن تسد لي الوعاء كله، ممكن تسد لي الوعاء كله، اذا سد الوعاء كله هاي الثرومباس، فهنا راح يصير بريك، يصير عندي اسكيميا او انفاكشن. يلا جاوبني، راح يصير عندي انفاكشن، العضله تموت. ليش؟ لان اصلا دم يوصل، دم يريد يعبر ما يقدر. زين فيؤدي الى حاله يسمونها اكيوت كورونري سيندروم. ان شاء الله راح نفصل شنو السيبل انجاينا، شنو الاكيوت كورونري سيندروم، الاكيوت كورونري سيندروم بها تفاصيل اخرى ناخذها بالبارت 2. خلينا هسه ناخذ السيبل انجاينا، زين هاي ايضا شرحتها نفس الوضع، لما البلاك مالتنا تربتشر وتتكون حولها ثرومباس. زين شرحنا،
هسه نجي الى موضوع السيب انجاينا. ستيبل انجاينا شرحتكم. ستيبل انجاينا عندي هنا قلت لكم هاي احنا قلنا 90% ليش نشرح عن الاثيروسكلروسيس؟ لان هو 90% سبب الاسكيميك هارت ديزيز، فهو كل شيء راح يكون عادي. هنا عندي لو تنتبه هنا الكتلة هنا مستقرة، هاي البلاك مالتي لو تشوفها هنا تكون مستقرة، كلش مستقرة بشكل جيد زين، وهذا طبقة الدهون صايرة جوا. المشكلة وين؟ المشكلة انه اللومن، شوف اللومن كان هيك المقدار مالته، شوف هذا كله من خلاله يصير دم، لكن لما هذا خذ جزء معين وقد المكان اللي يمشي به الدم فقط هذا، فقط هاي المساحة، فهنا راح يعبر دم قليل. المشكلة هنا انه راح يصير عندي انه يوصل دم بس شنو؟ بس قليل. زين يعني بوضع الراحة سوفتكم، بوضع الراحة ماكو مشكلة، ماكو مشكلة، انا هذا الدم اللي حتى لو قليل يكفيني، يكفي عضلة قلبي حتى تشتغل. بس اذا سويت حركة زايدة وخليت عضلة قلبي ما تشتغل اكثر، يعني زيت الدماد مالتي، فهنا القلب راح يحتاج دم اكثر. لذلك المشكلة لما ابذل جهود، المشكلة لما ابذل جهود. خوش فبضع الرئيس تشوفون هنا، تشوفون هاي هنا هذا الارتري، هاي الصورة، هذا هنا الدهون، وهذا البلاك كاملة المستقرة زين، بس من هذا الجزء يمشي الدم، فدي يوصل دم قليل. فبوضع الريس ماكو بين، لكن لما اسوي اكسرسايز، لما اسوي اكسرسايز واقلل اخلي الهارت مالتي ورك هاردر، يعني يشتغل بشكل اكثر، هنا راح العضلة تطلب دم اكثر، ولما ما يوصلها دم بشكل كافي راح تنزعج وتسوي لي انجاينا، ويطلع لي تشيست بين، الم بالصدر، الم بالصدر، ذبحه صدريه. ليش سميناها ستيبل؟ لان وضع الراحه طبيعي، وضع الراحه مجرد ما ارتاح يرجع الوضع طبيعي، يرجع الوضع مستقر، فسميناها ستيبل انجاينا. زين المريض شلون يجيني؟ المريض يقول لي يابا، مثل مريض يجيني يقول لي يابا عندي الم هنا بصدري، زين الم هنا بالصدر، chest retro external discomfort او عدم راحة، يقول لك يوصف لك الم او ما مرتاح هنا دكتور، وبعدين راويكم الاوصاف اللي يقولها المريض. فهنا يقول لك chest retro external، retro external يعني حول عظم القص، تعرفون هذا عظم القص اللي صاير بالمنتصف زين، هنا هذا هاي الاضلاع، هاي الله علم شبابي، هذا صدر مالتنا. فهنا يقول لك ألم حول عظم القاص، حول عظم القاص أو خلف عظم القاص، بس يقول له، يقول له حدد الألم، أو هل هذا الألم يتجه إلى بعد أماكن أخرى؟ يقول لك إي والله دكتور، هذا الألم صار بي ديفيوز، ينتشر، يعني أحس أكو ألم بعد برقبتي، أحس أكو ألم بالشولدر مالتي. فانتبه هنا شويه، شوف الهستوري ايش قد مهم، ليش هاي انت من خلال اسئلتك يقول لي يا بالالم مالتك وين، يقول لك يا بالالم مالتي ديفيوز، يعني مو بس سايبر راديشن، يعني مو بس منطقه الصدر، رايح الى منطقه النيك، رايح منطقه الشولدر، رايح منطقه الذراع مالت الار، رايح منطقه الفك، تخيل حتى بالفك عنده الم زين، رايح حتى فوق الابدومن، فوق السره، فوق ال 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 السرة، شوف هاي منطقة السرة، هاي السرة أكو فوقها هذا الجزء نسميه إبيغاستريك، إبيغاستريك منطقة المعدة زين، هنا راح أيضا أكو ألم، شوف تخيل الألم وين منتشر، حتى بالظهر أكو ألم، بالسكابيولا أكو ألم زين. فهنا الألم ما مختص بمكان واحد، الألم صاير براديشن، بس أكو صورة توضح. شوف الصورة شلون، شوف الألم شلون صاير براديشن، يقول لك هاي هنا صاير براديشن.
هنا شوف الالم حتى هنا بالابيجاسك فوق السره. فالهستوري كلش مهم. زين شنو اللي تسأله؟ ايش قله زين حجي شنو اللي حفزك الالم؟ شنو اللي اي تتاكد انه هو مثلا وضع الرئيس كان طبيعي، لما نسوى تريجر فد محفز، سوى فد فيزيكال اكتيفيتي، سوى نشاط وصار عنده هذا الالم، افكر انه هذا عنده ستيبل انجينا، لان هي وضع الرئيس طبيعي بس لما نسوي رياضه تخربط. فقال لي والله حجي التريجر اللي سويت لي فيز مثل انا فيزيكال اكتيفيتي، سويت رياضه او رحت مشيت مسافه معينه، مسافه هواي، فصار عندي هذا الالم. وقلنا احنا الفيزيكال اكتيفيتي، الفيزيكال اكتيفيتي، او ايضا قال لك انا عصبت شويه، ضجت، صار عندي ايموشنال ستريس، عصبت. فهنا ايضا ملاك، فهنا ايضا راح يزداد عندي شنو؟ ازداد عندي الالم لما سويت اكتيفيتي، لما عصبت. ليش؟ لان انت هاي تفاصيل زايده، هاي لك ملاحظات اضافيه. لما انت سويت فيزيكال اكتيفيتي وسويت ايموشنال ستريس، هنا زاد عندك الهارت ريت. ليش؟ بقى القلب مالتك يشتغل بشكل اكثر، فزاد عندك نبضات القلب، زاد عندك الكونتراكتيليتي، زاد عندك نبضات القلب، زاد عندك الكونتراكتيليتي، فالقلب بدا يشتغل بشكل اكثر. فهنا شو زاد؟ زاد الديماند. زين زاد يعني تقول لك العظماتك اي دم اكثر. زين اذا انت كان الشريان مالتك بس شكل مسكر، جزء من عنده مسكر وباقي بس هذا الجزء يعبر دم، بس هذا الجزء يعبر دم، هل هذا كافي لما انت بديت مجهود، لما عظماتك طلبت دم هواي؟ لا مو كافي، فالعظم ما راح يوصل دم اكثر، فراح تنزعج، فيصعدك الام، صعدك ستيبل انجينا، صعدك دمعه صدريه. بعد شنو المحفزات؟ المحفزات لما تاكل اكله كبيره، هيفي ميل، اكله دسمه، كلت وكثرت، حتقول لي شنو الربط؟ اقول لك لما تاكل هيفي ميل، وجبه هواي، راح يتحفز عندك الباراسمباثيتك، جهاز الباراسمباثيتك. فشي يسوي؟ راح يودي الدم، هذا الباراسمباثيتك راح يخلي الدم يتجه بنسبه كبيره للجهاز الهضمي، يودي الدم للجهاز الهضمي، لان هو الجهاز الهضمي لما يوصل لاكل هواي يحتاج دم حتى يشتغل، صح لو غلط؟ حتى يشتغل ويهضم لك هذا الاكل. فانت الدم وجهته المن بشكل كبير للجهاز الهضمي. زين هذا الكورونا ارتري راح يقلل الدم بي، هذا الكورونا ارتري راح يقلل الدم بي. ليش؟ لان انت وين وديت الدم؟ للجهاز الهضمي. شوف هو من نوم مسكر جزء من عنده عن طريق هاي الكتلة مالتي، مسكر، انه بقلل الدم بشكل اكثر، قل، فراح يصير عندي شنو؟ الميت تطلع عنده آلام، بعد شنو؟ بعد لما يتعرض الى برد كولد، راح تقولي شنو؟ وإذا تعرض الى برد، اذا المريض اذا تعرض الى برد ليش يصير عنده آلام انجينا؟ شلون؟ اقول له لما يتعرض الى برد راح يصير فازو كونستريكشن اوف فيزل، الاوردة والشرايين موجودة بالجليد، راح يصير بيها فازو كونستريكشن. شنو يعني تتقلص؟ واذا تقلصت الشرايين ايش راح يزداد عندي؟ راح يزداد الافتر لود. الفيزل اذا تقلصت راح ايش يزداد عندي؟ يزداد عندي الافتر لود، الممانعه. وضحت لكم؟ يعني هنا القلب جاي يضخ باتجاه شرايين مسكره، فيحتاج جهد اكثر. لو لا، نعم يحتاج جهد اكثر. فلما يحتاج جهد اكثر ايش زاد عندي؟ الديماند، يعني يقول لك القلب انا اريد دم اكثر، وفر لي دم اكثر. زين اذا انت كان الشريان مالتك مسكر بس مو بشكل كامل، مسكر وما يقدر يوفر هذا الدم كله،
فهنا شنو هنا راح الميزة عن من انجينا، وايضا سموكينج ايضا محفز تريجر اللي يسبب للألم. هاي وضحتكم بالتفاصيل شلون دني يسبب الألم، ترى بالمزين بس فقط مذكورات شنو تريجر وبدون تفصيل. هاي ناش وضحتكم بالتفصيل حتى بعد ما تنسوني. زين شوف كل هاي الأشياء أقدر أقول له موقع الألم وصف ليش قل الهيستوري كلش مهم. فيقول لك الهيستوري is very important، وبالمزين من ذاك لك الهيستوري is the clue، هو المفتاح الرئيسي حتى تشخص الستيبل انجينا. زين تسأله تقول له شلون تروح حجي شلون يروح عندك هذا الألم، قال لك لما أرتاح لما شو اسمه لما أرتاح يروح عندي الألم، لما أخذ حباية تحت اللسان نايترو جليسرين أو يسميه نايتريت أرتاح. ليش عود يرتاح لما يأخذ هاي الحباية؟ لأن هاي الحباية تخلي القلب يرتاح، تقلل نبضاته، تقول له يا قلب اهدأ شوي اهدأ حباب اهدأ، تقلل تقلصاته. فالقلب لما يرتاح القلب مالتنا لما يرتاح النوب يطلب دم قليل، لما يطلب دم قليل هذا الكورونا ارتري حتى لو كان مسكر جزء من عده، بس هذا جزء من الدم القليل اللي يوصل له راح يكفيه. زين فهنا راح هاي راح تريح القلب النيتروجليسيريت، وايضا الريس يريح القلب. فتقول له شلون ارتاحت حجي؟ جاي اوضح لكم على الهستري فسألت عن البين وين منتشر، سألت شلون تحفز عندك الألم، زين شلون راح عنك الألم، كل هذا وين يوديك؟ يوديك إلى شنو؟ إلى stable angina. زين شو duration. أنا هذا الدكتور بالعملي سألني هو عن stable angina، سولف لي أنه أنا عندي ألم هنا بصدري وما أدري شو منتشر للكتف. زين فأنا ضليت أسأله قلت له الألم مالتك هنا وين منتشر، هو ضيطان أسئلة طبعا وين منتشر، زين شلون تحفز لك، شلون راح الألم، قلت له شقد مدة الألم، ها شقد مدة الألم، قال لي والله ثلاثة إلى خمس دقائق وراح الألم، مجرد ما ارتاحت خمس دقائق راح الألم. إذن أنا من قبل قلت له إذن تشخيص ستيبل انجينا مضبوط، قال لي مضبوط. شوف فالديوريشن كلش مهمة، شوف الديريشن كلش مهمة. فهاي هو بالكيس يصول لك اياها ويصير لك عليها اسئلة. زين انت بعد شو تقول له؟ زين قل له حجي اوصف لي الالم مالتك، اوصف لي شلون الالم مالتك هذا، قل لك انا والله حسن مثل سيكاتشين ويدق بقلبي، ها قل لك مصطلح ستابينج يعني سيكاتشين ويدق بقلبي هذا الالم هيجي، او احس قلبي ينعصر سكويسينج او احس حرقة بقلبي بيرنينج، هيجي يوصف لك الالم المريض، او احس ثقل بصدري تايتنس هيفينس ثقل او احس غصه بصدري choking. شوف زين زين شلون شلون اسوي دايجنوسس اليه، شلون اشخصه دايجنوسس اليه من خلال هسه وضحناها بالتفصيل، شلون اشخصه عن طريق الاي سي جي. اجيب الاي سي جي مالتي، شوف هذا الاي سي جي مالتي النورمال، عندي هنا موجه البي ويف اللي تشوفون هنا، هاي موجه البي ويف زين، والنوب كيو ار اس النوب تي ويف زين. اكو عندي هنا أكو هنا أدي بين الاس اس وهذا التي موجة التي أكو سيجمنت، أكو خط هذا الخط، إيش رأيكم هذا الخط كلش مهم، هذا هو اللي راح نباوع له حتى نشخص السيبل انجين. المريض اللي عنده السيبل انجين إيش راح ألاحظ بهذا الخط؟ شوف من الاس للتي، بس ركز لي بس هاي اضبطه، وهذا راح شوف الفرق صاير في شنو، ديبرشن نازل لجوه، هذا خط نازل لجوه نوب صاعد،
برأيك شو شباب شفت الفرق؟ لاحظ الفرق بين هذا وبين هذا، في صاير قد هنا شنو؟ ST depression يسمونها طبعا ST depression بأنواع، واحد من النوع يسمونه داون سلوبينج، صاير مثل المنحدر هيجي ما نازل هيجي وصاعد، هذا النزول مالته هيجي يسمونه داون سلوبينج مثل المنحدر، ونازل اكثر من 1 ملليمتر، نازل اكثر من 1 ملليمتر، فانا عن طريق هذا الشيء اشخص انه عنده ستيبل انجينا ستيبل انجينا. زين شفت هاي توضح بشكل مفصل. زين الاي سي جي يقول لك يطلع 50% من الاشخاص نورمال. الاي سي جي يطلع نورمال ان 50% اوف كيسز، 50% من الاشخاص طلعتهم نورمال. زين هاي الحاله ليش؟ لان المريض المريض لما ورا 5 دقائق يروح الالم الاي سي جي مالته ممكن يرجع طبيعي، يرجع طبيعي ما عندي مشكله. ليش الاي سي ما يصير عندي هذا الدبرشن؟ زين يرجع طبيعي. زين بهاي الحاله شلون؟ هاي هنا راح اواجه مشكله، شلون اشخص؟ اجوا اخترعوا فكره اللي هي ستريس تيستينج. اجيب المريض مالتي اركبه زين، استخدم جهاز جري، استخدم تريدمول جهاز الجري، او استخدم بايسيكل ايرغومتل بروتوكول، استخدم بايسيكل مال جري او جهاز الجري تريدمول. شوف استخدم هذا الجهاز مال الجري، شوف هنا، او استخدم هذا البايسيكل ايرغومتر، ومن استخدمه زين اربط اشكل وياه اي سي جي مونيتر، اراقب الاي سي جي مالته، اراقب الضغط مالته زين، واراقب من اخليه يركض، اراقب الاي سي جي مالته، اراقب البلد بريشر مالته. فهنا بهاي الحاله اذا شفنا اذا لاحظنا بلانر او هوريزنتال او داون سلوبينج للاس سي سيجمنت، يعني شنو معناه؟ يعني نزول المن نزول للاس تي، نزول للاس تي. شوف هنا كان بالشكل ونزل بهذا الشكل، اذا شفت هذا النزول اثناء ما هو يمشي ويسوي جهود فاقول عنده شنو؟ ستيبل انجينا. بس قلت لكم مره النزول نسميه داون سلوبينج يعني منحدر، ومره النزول لا والله نزول يكون بشكل هوريزنتال او بلانر شكل خطي، يعني مو هذه الموجه مالتي البي ويف، انه الكيو ار اس، انه النزول هيك يصير، هاي ينزل بشكل خطي، هاي النوب يصير الكي ويف، فهي هذا النزول يكون بشكل خطي. شوف النزول مالت الاس تي، هذا الاس وهذا التي، هذا السيجمنت مالتنا نازل بشكل خطي، نازل بشكل هوريزنتال، مو مثل هذا النزول المنحدر يسمونه داون سلوبينج. داون سلوبينج رجاء ركز بيها هاي زين. Other form of stress testing قال لك myocardial perfusion scan، هذا من اسمه يعني شنو؟ يعني راح اشوف بعيني البرفيوجن، يعني الدم الواصل الى المايوكارديوم، راح اشوف بعيني الدم اللي يوصل لي الى عضلة القلب، راح اقدر اشوف بعيني الدم عن طريق تصوير، راح اقدر اشوف الدم الواصل الى عضلة القلب. هذا يفيدني المرضى اللي اكوي فوكال، انا ما متأكد سويتهم ستريس تيستينج بس بعدني ما متأكد هل عندهم ستيبل انجينا لو لا، خوش. ويفيدني للاشخاص اللي ما يقدرون يركضون، يوني تريبتبل اي سي جي ستريس، اللي ما يقدرون يركضون ما اقدر اركضهم على هذا جهاز الجري، فيفيدني هذا الجهاز، يفيدني هذا الجهاز، خوش.
وهذا الجهاز كلش مهم لأن يحدد لي المنطقة اللي صاير بيها إسكيمي. كلش مهمة. هذا الجهاز يحدد لي المنطقة اللي صاير بيها إسكيمي زين، ويحدد لي الريفيرسيبل ديفكت. ريفيرسيبل ديفكت يراويني الريفيرسيبل ديفكت. هسه أوضحك مشلون. زين شلون استخدم، شلون المريض، شلون مو قلنا المريض بعد ما يرتاح وياخذ هاي الحبايه يرجع طبيعي. زين شلون انا اذا اسوي له ستريس حتى اشوف الاسي ديبرشن؟ اقول له استخدم يوزنج اكسرسايز، اخليه يركض واصوره، او اذا ما يقدر اعطيه ادويه. اقول له ما يحتاج تركض، هاك استخدم هاي الادويه كلش كافي. هاي الأدوية هي راح تشغل القلب مالتك، تخلي القلب مالتك يشتغل بكثر بشكل أكبر، وراح يطلب دم أكثر، فراح أشوف الأسي ديبرشن من خلاله. فلاحظ، فلاحظ هذا كورونري أرتري بالريس، لاحظ بالريس، أصور لك يا بالريس، شوف بالريس الدم طبيعي هنا، هذا كله طبيعي. شوف بالريس ماكو أي مشكلة، ماكو انقطاع للدم. لكن هنا لمن بالستريس شوف هاي المنطقة صارت انقطاع، يعني هنا اكو منطقة هاي صار بيها بلاك يو. زين هنا الدم هنا احس اختفى، هنا صار بلاك موجود بهذا الجزء انه اختفى هنا. حدد لي شوف شوف هنا حدد لي المنطقة اللي صار بيها اسكيميا، كلش مهم هذا. زين هذا اللي هو مايكارديال بيرفيوجن سكان. الفحص الاخير اللي هو كورونري انجيوغرافي، كورونري انجيوغرافي جولد ستاندرد. هذا اذا سالك كلش مو سؤال، يقولك ما هو الجولد ستاندرد للستيبل انجينا، الفحص الذهبي شو اسمه للستيبل انجينا، يقول لك كورونري انجيوغرافي. كورونري انجيوغرافي خلينا نفسر المصطلح. انجيو يعني وعاء، جرافي تصوير، يعني راح نصور الوعاء الدموي، راح نصور كورونري ارتري. زين هذا از الترناتيف تو ستريس تيستينج، هذا مكان ما استخدم ستريس تيستينج استخدم له هذا. زين بس هذا السلبي، النقطه السلبيه مالته ما يعطيني امبورتنت فانكشنال انفورميشن، ما يعطيني معلومات وظيفيه، يعني ما يحدد لي موقع الاسكيميا. هسه قبل شويه هذا الستريس حدد لي موقع الاسكيميا، تشوفون شو حدد لي اياها. بعد ما يحدد لي الري ريبرودكشن اوف سيبتم، يعني مجرد يقول لك يا ابو هذا الوعاء الدموي وهاي البلاك مالتي، ها 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 يا ابو البلاك مالتك هاي هاي، ما يرجع لي السيبتم. يعني شنو الريبرودكشن اوف سيبتم؟ انا هذا المريض مالتي كان بالاكسرسايز، يعني جيني اكسرسايز كان طبيعي، يعني هو ارتاح جاني طبيعي، بس قال لي عندي كذا وكذا 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 وكذا، دكتور عانيت هيك بس خذيت حباية ارتاحيت. زين انا من اسوي له اكسرسايز برايك راح ارجع له سبتم لو لا؟ راح ارجع له سبتم. اما بالكورونا جراف مجرد راح اصور، ما راح ارجع السبتم، فبالتالي ما راح اقدر اشوف السبتم من جديد واتاكد. ولا اقدر اشوف الاكسرسايز كاباسيتي، يعني اشوف المريض ايش قد يسوي حركه لحد ما تطلع الاعراض، هاي بالستريس تيستنج اشوفه، اما هنا ما اقدر اشوفه. اما هنا بالكورونيك انجيوغراف مجرد تصوير، اما بالستريس تيستنج اللي هو هسه اخذناه قبل شويه، واحد انواع اللي هو اذر فورم اوف ستريس، حتى هذا المايكارديال بيرفيوجن سكان من ضمن الستريس تيستنج. لو نرجع للمزمة شوف شو نلاحظ، خلصنا شوف سيبل انجاني، يقول لك الهيستوري از كلو هو الاساسي، يقول لك احنا انت مرات تسوي لي اكزامينيشن بيدك، بس هذا ما يفيدك بشكل هواي، يفيدني انه حتى اشوف استبعد الاسباب الاخرى هيك. زين الاي سي جي يقول لك ممكن يكون نورمال، زين ممكن يكون نورمال، او مرات اشوفه يطلع لي اس سي ديبرشن،
علامات الاسي ديبريشن، علامات المايوكارديال اسكيميا. زين يقول لك الاكسرسايز تيستينج از امبورتنت فور دايجنوستس. هسه شرحت لكم شلون الجولد ستاندرد هو الكورونا انجاكا، كل شيء شرحت لكم هاي الملخصات، كل شيء شرحت لكم بهاي الورقه. هاي ايضا شرحت لكم اللوكيشن، موقع الالم، وين ينتشر، التريجر، محفز مالت الكاركتر، الديوريشن. زين وايضا نسوي له شو اسمه لما يجينا اسوي له لاب انفيستيجيشن، فحوصات عامه جنرال تيست، افحص له فول بلود شوغر، اشوف هل عنده دايبيتس لو لا، اشوف هاي فحوصات عامه، اشوف وضع المريض وضع المريض بشكل عام، اشوف الدهون، نسبه الدهون، اشوف الكلى مالته طبيعيه لو لا. شلون اشوف الكلى مالته؟ عن طريق اقيس اليوريا، اقيس الكرياتينين. زين هاي اقول لك جنرال تيست، وايضا اسوي له فحوصات خاصه مثل اكسرسايز تيست، اسوي له اي سي جي، وشرحت لكم بالاي سي جي شي يصير داون سلوبينج، وهاي كله شرحت لكم بالتفصيل. زين وشرحت لكم هذا الفحص مال المايوكارديال بيرفيوجن سكان، وشرحت لكم كورونال جيوغرافي، كله شرحت لكم. واضح ان شاء الله؟ بس بقى هنا تشيست اكس راي. بتشيست اكس راي نشوف القلب متضخم، صاير بكارديو ميغالي، اكو عندي امراض بالفالفات، عن طريق تشيست اكس راح نحددها. زين في فائده. زين هاي شرحت لكم بشكل مفصل. هنا خلي نلاحظ با هذا شنو؟ هذا هاي مو تي ويف، هاي تي ويف، هاي الكيو. هذا شنو؟ هذا الاس سي، صاير بي ديبرشن، اس سي ديبرشن. هذا داون سلوبينج لين صاير ديبرشن مالتي مثل منحدر. اما هنا الديبرشن لو تلاحظه صاير هوريزنتال، فهذا الديبرشن بس يسمونه بلانر اور هوريزنتال اس سي ديبرشن. هاي يا بطل واضح، هاي بالاي سي جي تقدر هي اهميه الشخص. هاي بقلي تريتمنت، هذا تريتمنت كله مسوي لكم عليه سلايد واحد. شوف ايش قد ملخص لكم بشكل كلش حلو، سلايد واحد ملخص لكم التريتمنت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.